بسم الله وكفى السلام الله عليكم إخيار ميل والبود الدنيا ذاك الجوكتان وسيرك بيرها ماريه وكاد لا يبيرها أيان الله حنصاري دونا دقيقة أنا هؤلاء كصاحب كناي لقي استياش داود ياش قيمة هي قرر وين لي كسر دوادة ساوثن ميديا كوبريشن عمر والبعض كيشان ورك حقيقيين كه سياسة جديدة يكو إسقال إسر سبعين يجيز كأفريقيا يمد عالم كله وسيرك بيرها هاتن جرى الدولة الفدرال كصوماليات مدن حير ماريه وكم إذا هنجر الدولة دي فرماجو قولي وسيرة حسن علي قير قيب كأها ورفافين تنا إنو مرتشو غي لوتريو أيا إذا عبد كسو موقضي ماري وحاوكوها اللي هذا القرعة حدنا قرتاسي إساقا يكون نقون دونتو إي حكومة ديسي أما الدولة ديسي وحوت المامي إن دادك يرى فراكو تريس كأه بيرها صوماليات بيران جري ماركي سيمعنه أي تهي إن لساعدو لغا ساعدو سيدي بيرها أي أطبعان لهايين أو وحصو سارك الدلك قيب أي وقادان لهايين يدو أكو إيدي يأوروك على الشباب إن أي دباتكو يهين بير ليدا بيرست بيرها هذا الكاسي وهذا القرعة صوماليا ضدكي بيري وي بيران وايين أما إسكو دهي سكد دايانو أما دباتا لغو سميي ومركي بيرها أي بيرتان أدون كالدولدو بير ليدا وي تاقيران خرش بي قليان لكن صوماليا بل وحي بيران حتى لما قطو قيمة شبان بالسيا معاوينة دانا وحا لكينا مركة بيروه اي صوغو آن او دادك اي سيرادان حوغو قارنا سوق قيستا قارنا معنى يكون نولادا او ريبتا بوكارتا والا سوق جبيا او دبركا ايا لغا جبيا مركة هادالكا وسيركا بيرها ماشا سي قربان كسينينا لكن تاغير الآن يعني كل عدد دادك اي ضيع بير ليدا او كالين مهيمة كجرة نلوش الدلك إيه دادك إيه هرمارك الدولة نمدا وحاوي إيدا وسيرو أديك يكو قوصو النقونا يسا أديك مركان كولا إيه هاي دولة دا آد أديك وكاتر سانت هاي إلا أن مقع الدولة ديد بادكو هاد ليسا ويكو قوصو اللابان يسا وحيكو قوصو اللابان يسا معنيه حسن شيخ محمود أيام مدح وينا إيدين أه إساقا أيام ميلو البعولاد دا كسي هورينا أيه إساقا أيام مقالوين كباريه لغا تبعي لها يكوي حتى بيرها أن لهين دقالو قبيل قبيل مدح إسو قلنا أيه إذا مضي قرن كصومالي أو تاغن أيو مدح وينو كتلاب صدي إذا ما قبيل بو آدي الدون كان لما أركن إذا ما قرن أو إسكبح لليه للاين أيو جبهدو أمني قدالك اللو ديباي دالكاسو أهرمر إيه أمني إيه وناك جاري لما أركن مركا عنانتا وحي كو قمانتا الدولة ديني مشاريع وحي لسو ديبو مدحوينها إساقا إياه جابكا قشانا إياه إساحي بدا الدولة دالله شعبكي وحما جاران إنجي أويو والا سوقا دا يعني دادك والا سيصورا لكن يعني وحي مبا جاران با هداي عقفيات تهي هداي تهي أبور هداي تهي ماركيسي أمني وحما هستان مركا إيادا إذن كنا قيبات كل دين حير ماريو هداتين دولة دي دم الجديد بل سلاكين وحانو معاني قركو قسيرينا دادك إن بيرها لغو عليو أو كلون كاللو ديرو أو وحصو سارة ودن كاو ياشو ووح مهيمة سكستوية هاتبا وحان ربنا إنا سيدينو وسيركا بيرها دولة دا فدرال كصوماليات حير ماراي إنا سيدينو ماركي سامعنيه هادالكا وسو جيديي اي كوساب سيسن بيرا ليدا اي بيراها الصوماليات بسم الله الرحمن الرحيم وحان ديجيستي عباشو بيرا ليدا الصوماليات كارهان كوا خدارتو اي كعبانيان نباتو ين كحيستا براها كوترولادا لغوسوغا يو إذا مدى قلب كسيدا كوسوغا يان أمنيك شعبك الصوماليات وغو هرين وحان غيرايا إن دادك تيرادا ير كو حاري تبعشادا بيراها إنه دباتوين بدن قبا دباتوين كاسو انتو دب بدن اي كو اقايستان خوارجتو إيا دباتوين اي كان نحلين دبعان بربركي دولة نمدي الصومالية و
infrastructure كي بيرح أما اللوجو أديجا يعني مريين وبربورسينيا بيرلي ده الصومالية ده شرفته بعدين وحنوش يجيا إن جودهان دولة ده الصومالية كرهان وسردة بيرح يعني نجو سير ككاهي إن يقطع جنتهاي إن يعوسه إن يحلق بطه إن inay u sameeyso wax kasta oo dhirigelin ku ah sidii wax soo saarkoodu u fiicnaan lahaa sidii noloshoodu u fiicnaan lahayd sidii faa'iidada ay ka helayaan ganacsiga beeraha waxyaalaha beeraha ka soo go'a iyo beeralayda in sidaan uga shaqeyn lahayn mas'uuliyaddaas baan u taagannahay hadaan nahay wasaaradda beeraha oo aanu mas'uuliyaddeedu tahay waxaan sadan si gaar ah u xuso هذا سيجارة وحصو عبش هذا ميلها عبش دبعت هذا أي كعودين بريلي ذا هل ليسي يكون سابسًا كنترول هذا ميلها لغو أمني قال لغو سوق عاصمة ده وحن الديار دي لنا هاي وهمين يا مالك فكرينا إنه إذا عاونه سدي وحصو ساركين وهاج عقلها سدي سوق جينتين أي وهاج عقل حيد أي إنه كشقينه haddaan si gaar ah u xuso dhibaatada ay markaan ganacsatada hadlay ama beerileyda hadlay ay ka cabanayeen ee kontroolada mid waxaan dhahayaa beerileyda Soomaaliyeed midna waxaan dhahayaa ciidamada qalabka sida ee baraha kontroolada jooga beerileyda Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal ciidanka Soomaaliyeed wuxuu u adeegayaa idinka shacabka Soomaaliyeed buu adeegayaa wuxuu sugayaa amniga shacabka Soomaaliyeed wuxuu ka digtoon yahay oo ka badbaadinaya shacabka Soomaaliyeed dhagaraha khawaarijta iyo inay mar labaad dhacdo wixii dhacay 14kii Oktoobar oo kale inay dalka ka dhacaan oo dad Soomaaliyeed oo waxba galabsan oo idinka waalidkiin iyo hooyooyinkiin iyo abiyaashiin iyo walaalihiin ay ku jiraan la xasuuqo ayay ka wardiinayaan marka waa inaad u dulqaadataan intii karaankiina u dulqaadataan taas intaas waxaan dhahayaa beerileyda Soomaaliyeed ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa baraha kontroolada laga cawday jooga waxaan leeyahay dadkaas beerileyda Soomaaliyeed waa dadka ugu qiimaha badan shacabka Soomaaliyeed maanta nool waxay ugu qiimo badan yihiin waa qofka soo saaraya ku dadaalaya inuu soo saaro wixii uu cuni lahaa oo aanu cid baryin isiyo waxa dadka magaalooyinka jooga shaqooyinka kale haya ay cuni lahaayeen kuwii doonaya inay soo saaraan way qiimahaasay leeyihiin adduunka oo dhanna way qiimeeyaan beerileydooda ama dadka wax soo saarka dalkaas u qaabilsan adduunka oo dhan wuu qiimeeyaa beerileyda hal qiimeeyo ganacsiga ay wadaan aan u dulqaadan karin muddo badan inuu taagnaado meel idinkoon amniga iyo shuruudihiisa iyo taxadirkiisa ku xadgudbaynin haddana waxaanu idinka codsanaynaa wasaaradda beeraha ahaan wasiirkii wasaaradda beeraha ahaan waxaan idinka codsanayaa inaad waxa ay sidaan awgii oo aan waqti badan meel ooli karin dhiirigelintii dadkeena wax soo saarayana ay waajib inay ku tahay qof kasta oo Soomaaliya inaad u dedejisaan adeega dowladda barta kontroolka ka socota inaad u dedejisaan khudaarta gaar ahaan inaad xilli hore oo subaxa u yeeshaan xilliyo ay soo istaagto iyo meel gaar ah ay soo istaagto kabacdina adeega iyo amniga sugistiisa aad u dedejisaan ka hor marisaan gaadiid kasta oo kala taagan saraakiisha ciidamada amniga sugaya gaar ahaan kuwa baraha kontroolada mas-uulka ka ah horena waa la fariisanay haddana waa la fariisan doonaa waanu ka codsan doonaa ama ka wada hadli doonaa sida ugu suurtagalsan ugu habboon ee loo caawin karo ganacsatada beeraleyda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa khudaarta aad iyo aad baan u mahadsantahay وطن كينا غرور غرور ويا شي امتحان نقري سوكرا قال
بربار اسبار بالغن ابتلو ابتلو اوه ابتلو ابتلو اوه ابتلا دواتن عمينتي ودن كينا ورور ورور يا شي امتحان قريسو كلا كلا ايديسي ومدينا ابتلو ابتلو اوه ابتلو ابتلو اوه ابتلا دواتن عمينتي ودن كينا ورور ورور يا شي امتحان قريسو كلا قال لي ليس يوم الدينار